تجربة علياء المنصوري طالبة بمدرسة المواكب في منطقة البرشا بدبي والبالغة من العمر 15 عاماً، ثالث تجربة من نوعها تحظى بفرصة الانطلاق نحو محطة الفضاء الدولية برعاية مسابقة الإمارات للجينات في الفضاء، كما أنها أول تجربة يبتكرها طالب يشارك في مسابقة الإمارات للجينات في الفضاء من خلال التعاون مع شركاء محليين داعمين هم وكالة الإمارات للفضاء وصحيفة The National. وقال برنارد رئيس بوينغ في الشرق الأوسط وتركيا وشمال أفريقيا إن الطلبة الذين شاركوا في هذه المسابقة يمتلكون خيالاً واسعاً وإبداعاً فريداً استفادوا منه في أبحاثهم التي تقدموا بها. يشار إلى أن تجربة عليا المنصوري تدرس أي تغيرات قد تطرأ على التعبير البروتيني للحمض النووي الذي يتم إنتاجه في الفضاء، وقد توفر نتائج هذه التجربة أدلة حول كيفية منع موت الخلايا غير المرغوب فيه بهدف الحفاظ على صحة رواد الفضاء في المستقبل خلال البعثات طويلة الأجل إلى الفضاء البعيد، بما في ذلك الرحلات الفضائية إلى كوكب المريخ. وعملت المنصوري مع علماء من ميني بي سي آر بهدف إعداد تجربتها للانطلاق نحو محطة الفضاء الدولية وإجرائها على متن المحطة.